للحديث مشاهدينا أكثر حول هذا الموضوع دعونا نربط الاتصال بالأستاذ إسحاق خرشي الخبير الاقتصادي يلتحق بنا عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ، أهلا بك أستاذ إسحاق خرشي. أستاذ إسحاق خرشي الخبير الاقتصادي مساء الخير. طيب ربما نعيد الاتصال به. أذكر مشاهدينا بموضوعنا، إذا نتحدث عن اقتحام الأسواق الإفريقية من قبل المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين، وزير التجارة طيب زيتوني يطالب بتسريع ذلك في القريب العاجل والاستفادة إذا من كل الامتيازات التي تتيحها منطقة التبادل الحر، وسط كل هذا يطالب المتعاملون الاقتصاديون بعدة تسهيلات، عدة شروط من أجل إنجاح هذه العملية، منها فتح بنوك بالدول الإفريقية وكذلك تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الجزائر ودول القارة. لا أدري إن كان الأستاذ إسحاق خرشي معنا. مساء الخير أستاذ، أهلا بك. نعم. أستاذ أهلا بك. مرحبا. أنت معنا على المباشر. أهلا أهلا أستاذ. أهلا. طيب وزير التجارة يطالب بتسريع دخول السوق الإفريقية من قبل المتعاملين الاقتصاديين، بالمقابل يرد هؤلاء بأنه هناك عدد من الشروط يجب توفيرها على غرار فتح بنوك إفريقية أو بنوك في الدول الإفريقية، ما رأيك؟ أعتقد أنه الأمر يتطلب أمور أكثر من يعني رؤية الأمر من زوايا أخرى. أعتقد أن الأمر مرتبط بشكل كبير جدا بالإنتاج الوطني، لأنه نشوفه في الأرقام نجد بأن 45 أو 46 مليون جزائري توجه لهم ما قيمته 187 مليار دولار كناتج داخلي خام، فنحن نحتاج إلى رفع كميات الإنتاج أكبر في مرحلة أولى حتى نشبع السوق الوطني ونتوجه نحو التصدير. إذا وقفنا عند سؤالك أستاذة بأنه الوزير يطالب التجار بزيادة الصادرات والتجار يطالبون بتوفير التسهيلات اللازمة ويطالب بتسريع عملية دخول السوق الإفريقية ولوج السوق الإفريقية. نعم، هو تسريع الولوج مرتبط بتوفر الآليات، عندما نرى أنه فيه حوالي أربع مناطق للتبادل الحر وفرت الجزائر مع مالي مع موريتانيا مع تونس، في أيضا آليات طرق النقل بري مثل الطريق العربي الصحراء، نعم في طرق النقل البحري نحو السنغال نحو موريتانيا. العمل يتم حاليا على إنشاء بنوك في الخارج، في حتى توجه نحو إنشاء معارض دائمة، فتبقى حجج ضعيفة نوعا ما بالنسبة للمصدرين الجزائريين. فأعتقد بأنه الإشكال الكبير هو مرتبط بحجم الإنتاج، كلما كان في فائض في الإنتاج الوطني سهولت عملية التصدير نحو الخارج، هذا من وجهة نظري. طيب ما الذي برأيك يدعم زيادة الإنتاج الوطني من قبل المتعاملين الاقتصاديين، وما الذي يعرقل أنه ما يكونش في إنتاج بحجم فائض يسمح بتصدير ما تبقى إلى السوق الإفريقية وإلى أسواق أخرى؟ لا أعتقد بأن في بعض القطاعات التي يجب أن نركز عليها أكثر من القطاعات الأخرى حتى تصبح قطاعات تنافسية، وفي توجه حاليا ولكن ما زال ما شفناش بعض النتائج. تكلم مثلا على قطاع الشركات الناشئة، نريد رؤية مساهمة هذا القطاع في الناتج الداخلي الخام كم ينتج، لكن لما نشوف النظام البيئي الريادي بأنه يحفز إطلاق الشركات الناشئة ولكن مازال حتى الآن لم تدخل يعني في عملية الإنتاج نظر إلى عديد من الأمور. نفس الشيء بالنسبة لقطاع الصناعة الميكانيكية، في طلب محلي قوي، يجب أن يكون في إنتاج أكثر. فأعتقد بأنه في بعض القطاعات يجب أن نركز عليها، ثم أن أيضا ما أصبح يضر بحجم الإنتاج الوطني هو التخفيض الكبير في حجم الواردات الأجنبية، جعل المنتج يعني المصنع المحلي
ينتج كميات قليلة ويبيعها بسعر أعلى. فغياب المنافسة نوعا ما أو الحمائية المفرطة خفضت من الإنتاج، أن المنتج أو المصنع أصبح ينتج كميات قليلة ويحقق أرباح أكثر. فلذلك حتى هذه منطقة التجارة الحرة تسمح بدخول بعض المنتجات الأجنبية، هذا ما يشكل نوع من المنافسة التي تجعل المصنع الجزائري يضطر إلى الإنتاج بكمية أكبر وبجودة أفضل. طيب ما هي حدود ربما قد يعني تخفض من الإنتاج في الجزائر؟ طيب ما هي حدود تنافسية المنتج الجزائري في الأسواق الإفريقية مقارنة بمنتجات أوروبية أخرى؟ هو في السوق الإفريقي فيه من يطلب منتجات بجودة عالية، في من يطلب منتجات بنوعية متوسطة، لأنه حسب الدخل الأفراد، لما نشوف دخل الفرد في إفريقيا منخفض نوعا ما. لذلك حتى بعض المنتجات الأوروبية متميزة من ناحية الجودة ولكن سعرها مرتفع نوعا ما، ولكن عندها سوق. نفس الشيء بالنسبة للجزائر، فالمنتجات سواء كانت جزائرية عندها حدود السوق الإفريقي بالنظر إلى انخفاض تكلفتها، لأننا لا نركز على مقاربة الجودة المرتفعة، لا نستطيع أن ننافس بمنتج ذو جودة عالية، لأن هناك من يتقن بعض المنتجات يعني أفضل منا في أوروبا. فيجب أن نعتمد على مقاربة السعر المنخفض، هذا من جهة. من الجهة الثانية أنه السوق في إفريقيا لم يعد يعني يتعلق بشكل كبير بالطلب، وإنما بمدى تدخل دبلوماسية اقتصادية لخلق أسواق جديدة للمصدرين الجزائريين. يجب أن نستخدم شبكة العلاقات لدينا من أجل فتح أسواق، يعني لا نبحث عن الفرصة بقدر ما يجب أن نخلق الفرصة في السوق الإفريقي. هذا لا يتم إلا بالتفاوض مع البنوك، مع أصحاب المال والأعمال في مختلف الدول الإفريقية. طيب هل نحن بحاجة أستاذ إسحاق خرشي إلى دراسة السوق الإفريقية؟ هل نحن بحاجة إلى دراسات ميدانية مسبقة؟ أكيد، إذا أردنا أن تكون في فعالية في الميدان يجب أن تكون في دراسات، و هذا يكون بشكل عملي من خلال الاعتماد على ما نملكه حاليا، بمعنى أنه على مستوى السفارات الجزائرية في كل دول إفريقية في الملحق الاقتصادي والتجاري على الأقل يقدم صورة تقريبية عن ما هو مطلوب في هذه البلدان، ما هي فرص الاستثمار الموجودة، ما هي فرص التصدير من الجزائر نحو هذه الدول، ما هو مستوى دخل الأفراد، يعني ما هي السلع التي بمقدورهم شرائها. ثم تأتي كما قلت لك دور دبلوماسية اقتصادية في خلق هذه الأسواق الجديدة في إفريقيا للمصدرين الجزائريين. شكرا جزيلا لك أستاذ إسحاق خرشي الخبير الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف، نشكرك. شكرا.